هذه كنسميوها اللعبه الكبرى، كانت كتسمى الاولمبياد، دابا تتسمى اللعبه الكبرى. مرتين في الاسبوع كيجيو المشاركين المنخرطين في المخيم الحضاري الصيفي، كيجيو لهنايا كيديروا يعني بعض الالعاب، اغلبيتها العاب يعني ترفيهيه بالماء، بالمسابقات يعني كما كتشوفوا، سواء بالاكياس، سواء باللي بنو هنايا، سواء بالعدد ديال المشاريع اللي كيعملوا هنايا. هنايا كاين مسابقات اللي هي جد ممتعه بالنسبه للاطفال، واليوم كنستقبلوا ما يقرب من 20 امريكي وامريكيه من عده مدن وولايات في الولايات المتحده الامريكيه، اللي هما طلبه في الثانوي اللي جاوا لهنا للمغرب باش كيدرسوا على الحضاره والثقافه والقيم والتاريخ ديال المغرب، وكيتعرفوا كذلك على الشعب المغربي وعلى العادات ديالنا، وكيتعلموا اللغه العربيه كذلك من الدارجه والعربيه الفصحى. واليوم هنايا هذا هنا تكمل تلاقح الشعوب، هنايا كيتلاقاو مع الاطفال ومع الشباب اللي هما في السن ديالهم، كيتعرفوا عليهم، ديالنا كيتدربوا على الانجليزيه، ديالهم كيتدربوا على العربيه، كيتفاهموا. شباب عندهم نفس التطلعات، نفس المشاعر، نفس الهموم، نفس لي زيسبواغ. وهنايا هذا هو الهدف هو تلاقح الثقافات، هو هذا الجو الممتع اللي كيعيشوه الوليدات خلال فترة الصيف. وداس اولا يعني كتعرف بان كان عندنا اللغة هي الأساس، وكان اللغة الإنجليزية على الخصوص، كاين شوية الفرنسية ولكن اللغة الإنجليزية هي اللي كنأكدوا عليها أكثر. دونك كان هناك دروس ساعة ونصف يوميا ديال دروس الإنجليزية، كانت هناك كذلك دروس العربية بالنسبة للأمريكيين المتطوعين اللي هما كاينين هنايا، وكانت كذلك بطبيعة الحال عدة ورشات يعني تكوينية، فيها حقوق الطفل، فيها حقوق الإنسان، فيها التعامل الأسري، فيها المشاكل اللي كتوقع ما بين الشباب وخاصة المراهقين، فيها واحد عندنا أمريكيين هنايا كيجيو كيديروا واحد الطريقة ديال اللي كتسميوها اللايف سكيلز، ولكن بطريقه ديال اليوغا وديال الرياضه. عندنا ثلاثه الامريكيين اللي كيديروا هذه القضيه اللي هي بروميثيان سبارك اللي كيسميوها، واللي كدار يعني في الهند وعدد ديال الدول من هذا القبيل. وعندنا بطبيعه الحال من في العشيه كيكون عندهم، من بعد الغداء كيكون عندهم جميع الانواع ديال الانشطه، منها الشطرنج، منها كره السله، منها كره القدم، منها المسرح والموسيقى والغناء والاكوغال، يعني عدد الانشطه متنوعه باش الناس يلقاو راحتهم في المسائل اللي كنقوموا بها هنايا. تنظن الاجواء كانت جد ممتعه، والشباب والاطفال يعني كلهم فرحانين كما كتشوفوا، ناشطين، عاجبهم الحال. وحنا كنتمنوا بانه هذه المده كلها تدوز بهذه الطريقه هذه، وما ننتهي حتى الاخير ان شاء الله اوت، الى كان الطلب مازال كاين يمكننا نبقاو مازال مع الوليدات، لانه الغرض ديالنا هو هاد الوليدات ما يبقاو شيء، ما يلعبوا غير في الشارع وما عندهم ما يديروا، يجي هنايا كيتعلموا كيستافدوا، كيتلاقاو مع بعضياتهم في واحد المكان اللي هو امن، فهمتي، وكيتلاقاو كذلك ناس من سواء من مناطق اخرى ديال الدار البيضاء، سواء اجانب من دول اخرى. هو صراحة هو أجواء مزيانة، وحنا مولفينها شوية حتى هذا هو العام، هذا 11 عام وحنا كنديروا لا ميم شوز. دونك داز الأسبوع الأول مزيان، عندنا 115 ديال لي بارتيسيبون بوغ لو مومون، العدد كيتزاد كل نهار، دونك كنتمناو أن العدد يزيد. لي زاكتيفيتي اللي عندهم كيقراو اللغات في الصباح، الإنجليزية والفرنسية، عندنا متطوعين أجانب، وفي العشية كيديروا لي زاكتيفيتي باراسكولير، كيديروا المسرح، الرقص، الموسيقى، السترونج، الفوت، الباسكت. دونك كيجيو عندنا كل نهار من الصباح حتى العشية توت لا سيمين. واليوم كيكون عندنا نهار اكسبسيونيل كنسميوه الواتر دايز، الواتر جيمز، كنلعبوا فيه الألعاب الماء. واليوم جات عندنا زيارة ديال 20 طالب أمريكي وأمريكية من مؤسسة أميديس اللي هما البارتنير ديالنا، كيجيو كيدوزوا معنا النهار، كيشوفوا لي زاكتيفيتي اللي كنديروا، وهذه فرصة حتى الوليدات ديالنا باش يعرفوا الثقافات ديال الناس الآخرين ويتواصلوا معاهم، سيرتو أنهم كيجيو كاملهم كيكونوا من ما متوفراش لهم الظروف باش يمشيو على برا ولا باش يعيشوا هادشي. دونك حنا الفرصة ديالهم باش يشوفوا العالم الخارجي ويبارطاجيو الثقافة ديالهم، وعلاش لا حتى الناس الآخرين تعطيهم الثقافة ديالهم.
لا لا لا.